الخير على كل حبايبي، واهلا وسهلا بكم، يا رب يكون الجميع بألف صحة وخير. تعالوا بقى نشوف الخبر ده معانا. فيفا عبده تقدم رقصة جديدة من منزلها على أغنية عراقية. تعالوا بقى نشوف الخبر ده. تلتزم الفنانة فيفا عبده بالعزل المنزلي بحرص وشدة، لكنها تتواصل مع جمهورها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بأشكال مختلفة. فبجانب البث المباشر الذي تشاركه فيفا عبده مع الجمهور، قدمت رقصة وقدمت وصلة رقص جديدة على أنغام إحدى الأغاني العراقية. وعلقت الفنانة فيفي عبده على الفيديو وكتبت: الرقصة ديت من صالون فيفي عبده على أغنية عراقية للمطربة إسراء الأصيل. أحب العراق وبحبكم أوي خمسة موا. طبعا هي كتبت علقت كده يعني على الفيديو بتاع الرقصة بتاعتها اللي هي عملتها. يذكر أن الفنانة فيفي عبده قد شاركت في رمضان اللي فات 2019 مسلسل مملكة الأجر، وهو من بطولة حورية فرغلي وسامح السريتي وأحمد كرارة وناس كتير أوي غيرهم يعني من النجوم، ومن تأليف محمد الغيتي وإخراج عبد العزيز حشاد، ومن إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية. طبعا يا حبايبي اظن يعني ان ده مش وقته خالص اللي فيفا عبده بتعمله دوت، حاجه بصراحه غريبه. المفروض يعني الناس دلوقتي تتعظ يعني من الوضع اللي احنا فيه ده، وربنا يا رب يعدي الوباء ده على خير ان شاء الله باذن الله، وربنا يرفع البلاء ان شاء الله باذن الله. اشوفكم على خير يا رب، مع السلامه.